كنا عملناه من فتره عن كيفيه التعامل مع الكلاب الضاله، هنعرضه على حضراتكم واوعدكم هنفتح الملف الاسبوع القادم ان شاء الله. إحدى ضواحي محافظة الجيزة، عبر رقعة زراعية واسعة يرسم حدودها جدار بسيط، اختارت مؤسسة إيجيبت كواين إيد أن تبدأ مبادرتها لاحتواء الحيوانات الضالة. مبادرة دشنتها سيدة أسترالية تدعى جين، عنيت بعد أن اختارت الإقامة في مصر بإنقاذ الخيول والحمير من الموت المحقق نتيجة سوء المعاملة والإصابات الخطيرة التي تتعرض لها. عندما جئت إلى مصر وشاهدت كيف تعامل الحيوانات ونقص العناية والرعاية بها، قررت أن أفعل شيئا حيال ذلك لمساعدة تلك الحيوانات. هنا نمتلك عيادات لعلاج الأحصنة والحمير بشكل أساسي، حيث يتلقون العلاج والرعاية مجانا، هنا حيث يمكن إنقاذهم وتوفير بيت آمن لهم. بنشتغل هنا في الجمعية وفي المستشفى، بتيجي أغلب الشغل بتاعنا فوكست عن الحيوانات اللي هي بتشتغل بتجر عربيات كارو، بتنقل السياح، يعني ده هو المين فوكس، يعني الحيوانات اللي هي بتشتغل دي، يعني نواة يعني كويسة، سواء لأن الناس تتعلم أو تفهم إزاي إن هي تتعرف على الحيوان وتشتغل مع الحيوان، وفي نفس الوقت يتعلموا إزاي إن الحيوان إن هو بيحس وبيتألم وزيه زي البني آدم بالظبط. وفي مكان ليس ببعيد دشنت مؤسسة أخرى لجمع وإيواء الكلاب الضالة والتي تتعرض للإيذاء البشري وإنقاذها من الحياة القاسية في الشوارع، بالإضافة لحماية البشر من خطر التعرض لبعض الكلاب التي قد تصاب بمرض السعار نتيجة تواجدها في الشارع دون رعاية. هدفنا الأساسي هنا في الملجأ ده إن احنا نساعد ونعالج الكلاب عموماً. احنا عندنا دلوقتي حوالي 350 كلب وبيزيدوا كل يوم. بناخد الكلاب، الناس بيبلغونا عنهم على ارقام تليفوناتنا او على الفيسبوك، بنلاقي بوستات يعني على الفيسبوك بيبقى فيها، بناخد حالات معينه جدا، يعني الكلاب المصابه بالشده او اللي خبطها عربيه او اللي انسان اذاها اذى جامد، يعني زي ان حد يقطع رجل كلب في الشارع او يضربه او يرمي عليه ميه نار او الحاجات دي كلها، بنروح بناخدهم وبنعالجهم عند الدكاتره في العيادات الخاصه، وبعد كده بنجيبهم عندنا هنا في الشلتر يكملوا علاجهم لغايه ما يبقوا كويسين زي ما انت شايف الاعداد دي. قصة شهيرة تعرفها الإنسانية عن دخول رجل الجنة حينما سقى كلبا بينما دخلت امرأة النار بسبب هرة، جعلت انتشار مثل هذه المؤسسات أمرا شائعا ليس في مصر فقط بل في العالم أيضا. في عالم موازن يبحث أناس عن حقوق الحيوان يسعون إلى توفير ملاذ آمن لهم بين بني البشر عبر تجارب أساسها الرحمة، يراها البعض رفاهية ويراها آخرون نماذج تستحق الإشادة، بينما يطمح غيرهم في تدشين أخرى تحترم حقوق الإنسان. داليا علي، كلام تاني.